فوقاش انا لاحظت شي حاجه لاول مره. كان ديك المره اللي تكلمت مع التلفزيون، كنا كنتفرجوا في واحد الفيلم وهي توقف تمشي عند التلفزيون وتقول لا ما تضربوشي راه دخاك لا حشومه ما تضربوشي. واحد المره خبعت لي ساكي، كان كيخصني نمشي للخدمه وما جبرتش الساكي تفقص حيت المفتاح الطوموبيل كان عندي في الساك. عييت ما نفتش، ومن بعد جبرته تحت الفراش ديالها. قلت لها علاش خبعتي الساك ديالي تحت الفراش ديالك؟ وهي تقول لي دوك العيال انا خافت من دوك العيال عندك يسرقوا لك الساك ويدوا لك فلوس اللي فيه. اه واحد المره بغيت نهز الحليب من الثلاجه وانا كنجبر الماكينه في وسط الثلاجه دوك الموقل الكبار اللي كيسرسروا تيك تيك تيك. قلت لها ماما علاش نزلتي الماكينه في الثلاجه؟ انا ما نزلت مو ماكينه في الثلاجه، علاش انا مزعزعه باش ننزل الماكينه في الثلاجه؟ ولا استغفر الله العظيم. اه كانت مره تطيح حويجه وتصرم وتسخسيني وتقول لي فويا غادي نمشيو للدار ديالنا. هذا هي الدار ديالنا؟ لا هذه ماشي الدار ديالنا، انا بغيت نمشي للدار ديالي. مسكينه كانت كتقصد الدار ديالها في المغرب. بعض الاحيان كانت كتكون قبيحه مع انها هي انسانه حنينه ولطيفه، كنت كنستغرب فيها وما كنفهمهاش. واحد النهار كنت كنقطع السوسيس في الكوزينه وهي تهز ورماته في الغرسه وتقول هاد السوسيس ما خصكش تاكلو راه اللحم الحلو في حرام. لا هذا جبته من عند الجزار المغربي راه حلال. لا انا قلت لك هذا حرام. اه واحد النهار اخر مشات تشري الحليب وما بقاتش عاقله على الدار. صباح كامل وهي كدور في الحومه، والحمد لله تلاقاوها صحابه بنتي كيعرفونا وهما اللي وصلوها للدار مسكينه. واش طلبت المساعده؟ هادي دابا 8 سنين باش توفات الوالد الله يرحمه. في ديك الوقت فكرت في المساعده، ولكن المساعده اللي كانت ما كانتش كتوفر على المطالب والمصالح للجاليه المغربيه. ماما كانت عندي عزيزه بزاف